فرقة مسرح مصر تحييكوا مع آخر عروض فرقة مسرح مصر. انا زعلان هو اخر يوم النهارده ان شاء الله يعني ربنا يوفقك حاجه احسن. مبسوطين جدا جدا ان احنا موجودين النهارده وان احنا هنشوفكم على خير وكل حاجه حلوه ان شاء الله. بجد مش متخيله ان احنا مش هنشوفكم تاني. معلش نعمل حاجه جديده تاني لاشرف حجباوي والفريق الحلو ده. احساس وحش جدا ان احنا فعلا كنا بنستناه كل اسبوع. زعلان ان الموسم بيخلص بصراحه. حبك كمان وانا عيط لما نيجي هنا من 2014. خلصنا احنا ناجحين فننجح تاني.